قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن التوسع الهائل في بناء السجون في مصر لم يسهم في تحسن أوضاع السجناء، بل إن السجون تعج بانتهاكات فظة. ورصدت الشبكة في تقرير صدر اليوم تحت عنوان في انتظارك، رصدت قائمة بالسجون الجديدة التي تم إنشاؤها منذ سبتمبر 2016 حتى شهر مارس 2021، والتي تبلغ 17 سجنا جديدا بالإضافة إلى 18 سجنا تم إنشاؤها منذ ثورة يناير 2011، ليكون الإجمالي 35 سجنا جديدا في 10 سنوات. كما يضم التقرير نماذج وأمثلة للانتهاكات التي تمارس ضد السجناء، ولا سيما السجناء المنتمين لثورة يناير، مثل العقاب بالحبس الاحتياطي والحرمان من الدخول أو من دخول الأطعمة والحبس الانفرادي والتدوير والتربح من السجناء. وقدرت الشبكة العربية أعداد السجناء والمحتجزين بنحو 120 ألف سجين ومحبوس احتياطي ومحتجز، بينهم نحو 65 ألف سجين سياسي. وقال التقرير إن وزارة الداخلية تستخدم في التعتيم على القمع وتجميل صورتها تستخدم مؤسسات حقوقية متواطئة مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك توظف الدولة أغلب وسائل الإعلام التي باتت تحت سيطرتها في تقديم صورة زائفة عن أوضاع السجناء المتردية. ينضم إلينا عبر الإنترنت من إسطنبول مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا. كما وينضم إلينا أيضا عبر الإنترنت من القاهرة أسعد هيكل، المحامي والحقوقي. أرحب بضيفي وأبدأ بك سيد مصطفى. سيد مصطفى، هذا التقرير للشبكة العربية يتحدث عن أرقام 120 ألف سجين، 65 ألف سجين سياسي و54 ألف سجين جنائي. في ظل التعتيم الذي تحدث أيضا عنه التقرير، كيف يمكن الوثوق في هذه المعلومات التي وردت في هذا التقرير؟ ما هو مصادر الشبكة للحصول على هذه المعلومات؟ والسؤال فيما يتعلق بالدولة، ما الذي تستفيده الدولة فيما يتعلق بكل هذا الرقم من السجناء وكل هذه الانتهاكات المرتبطة بهم؟ يعني فيما يتعلق مبدئيا بالأرقام، فالرقم بالتأكيد ليس دقيق، يعني لا يستطيع أحد الوقوف على معلومات حقيقية دون وثائق رسمية. لكن إن عدنا إلى التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية المصرية، المساعد وزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان تحدث في تصريح رسمي أن التكدس داخل السجون المصرية بلغ 160% من القدرة الاستيعابية لهذه السجون، وتحدث أيضا أن التكدس داخل مقر الاحتجاز في أقسام الشرطة ومراكز الشرطة بلغ 400% من السعة الاستيعابية لهذه المقر. نتحدث عن تقريبا 382 قسم ومركز شرطة، وفي هذا الوقت كان لدينا حوالي 42 سجنا في مصر. فإن أخذنا هذا القدرة الاستيعابية لهذه السجون مع التصريح الرسمي الصادر للدولة، مع حتى الأرقام التي تعترف بها وسائل الإعلام يوميا بالرصد الكمي الذي يمكن أن نرصده من حالات الاعتقالات التي تتم ويعلن عنها في وسائل الإعلام الرسمية المصرية أو الموالية للسلطات في مصر بشكل كامل، يعطينا هذا الرقم بشكل تقريبي. بالتأكيد لا يمكن الوقوف على عدد دقيق، لكن هذا الرقم تقريبي وموجود في مصر، والدولة تملك أن تكذب هذا الرقم وتعلن أرقام المعتقلين وتعلن أسماءهم. لديهم سيستم إلكتروني الآن موجود مسجل في كل السجناء، تستطيع أن تنشرهم بالرموز الأولى منهم، ويعطى كل معتقل أو كل سجين كود يمكن أسرته من الوقوف على الحالات القانونية كما تفعل دول أخرى كالمملكة العربية السعودية على سبيل المثال، رغم أنها لا تملك منظومة قضائية حقيقية أيضا، لكنها تملك نظاما يمكن أسر المعتقلين من حصر المساجين ومن حصر ما عليهم من جرائم وما إلى ذلك. هذا فيما يتعلق بسؤالك الأول عن الإحصائيات. فيما يتعلق بماذا يمكن أن تستفيد مصر من هذه السجون ومن كثرة عدد المعتقلين، خاصة المعتقل الرأي، الحقيقة أن لا يمكن لدولة أن تستفيد شيء، خاصة في ظل الوقت الذي يدعو فيه العالم كله إلى تقليص عدد المحتجزين لمواجهة وباء كورونا الذي يهدد البشرية جمعاء. النظام المصري مستمر ومتمادي في تمديد حبس المعتقلين احتياطيا بشكل مستمر دون أن يراعي في ذلك أي ضابط قانونية ودون الوقوف على أي
حقائق او ادله او حتى دلائل حقيقيه تقول ان هؤلاء المتهمون هم يمثلون تهديدا للامن العام في مصر. لكن الحقيقه ان النظام يستخدم عمليه الاعتقال التعسفي كما يستخدم القضاء كما يستخدم الجهاز الشرطي باكمله كوسيله قمعيه في لوأد المعارضه المصريه ولسحق اي صوت معارض، وهذا معلوم. لا يوجد اي صوت معارض في مصر، لا يستطيع احد ان يتحدث بكلمه على غير هوى النظام. كافه الرموز السياسيه وكافه القيادات السياسيه الان موجوده في السجون المصريه، حتى الذين كانوا منهم على وئام مع النظام المصري لفتره طويله، لكن لمجرد اختلافهم مع النظام في موقف واحد فكري، نتحدث عن تصريح لا عن تظاهره، لا عن خروج على النظام بشكل او باخر، لا عن تنظيم افعال احتجاجيه، فقط تصريح أو حوار وضحت الفكرة سيد تلفزيوني مصطفى عزب. أو مكالمة هاتفية كفيلة بالزج بالآلاف داخل السجون المصرية. نعم، أذهب إلى سيد أسعد هيكل المحامي. سيد أسعد، حتى هذا التقرير بهذه الأرقام الكبيرة، هناك من يقول أن هناك أرقام أكثر من ذلك بكثير داخل السجون ولا يتم وليست هناك قدرة على توثيقها. السؤال، ما الذي تستفيده مصر من هذا التكدس داخل السجون، وما الذي تستفيده من التنكيل بالسجناء السياسيين مع عدم اعترافها بوجود سجناء سياسيين؟ يعني اولا كل عام وحضراتكم بخير والامه الاسلاميه كلها بمناسبه شهر رمضان الكريم. الحقيقه ان هذه الارقام هي ارقام تقديريه من جانب الشبكه العربيه ناشره التقرير. وهي الحقيقه يعني شبكه تتمتع بمصداقيه كبيره، هي سبق ان اصدرت قبل هذا التقرير منذ عامين تقريبا. سمته هناك متسع للجميع، لكن بناء الشبكه هذه التقديرات على بعض التصريحات او على بعض الارقام التي ذكرها بعض الاعلاميين، لا نستطيع ان نسير الشبكه في ان الرقم وصل الى هذا الرقم الضخم. قد يقل عن ذلك وقد يزيد ايضا يعني، لكن هذا رقم مخيف. 26,000 سجين سياسي في مصر، بتعبير الاستاذ مصطفى ان كل القيادات السياسيه في مصر محبوسه، لا اعتقد ان هذا صحيح. لكن بالتاكيد هناك عدد كبير في الحقيقه من السجناء المحسوبين على ثوره 25 يناير، سواء كان الذين حكم عليهم او الذين محبوسين احتياطيا. وايضا اعتقد ان العدد الاكبر هو من جماعه الاخوان المسلمين والموالين والمؤيدين لها، فوق هذا رقم نشطاء ثوره 25 يناير بكثير طبعا. الحقيقه ان التقرير فيه كثير من الجوانب التي اصاب فيها الحقيقه. يعني مساله الاحتجاز، التكدس داخل اماكن الاحتجاز والسجون، مساله اقر بها المجلس القومي لحقوق الانسان ذاته، بصرف النظر حتى على التصريحات الصحفيه في تقرير حاله حقوق الانسان في مصر عام 2016 على ما اعتقد. ايضا بناء حوالي، نعم سيد اسعد، ما الذي تستفيده مصر من ذلك؟ ما الذي تستفيده يستفيده النظام المصري من ذلك؟ لماذا لا يتم انهاء هذا الوضع بدلا من كل تلك الانتهاكات وبدلا من التقارير سواء الداخليه سواء الخارجيه التي تتحدث وترصد هذه الانتهاكات بشكل دوري؟ يعني هناك مطالبات الحقيقه من الداخل المصري قبل ان نكون من الخارج. العديد من النشطاء يطالب في الحقيقه بتخفيف التكدس داخل السجون، ولو حتى باستبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازيه. وكان الحقيقه النائب العام المصري منذ حوالي عامين تقريبا او ثلاث كان قد اصدر تعليماته الى النيابه العامه باتخاذ التدابير الاحترازيه بدلا من الحبس الاحتياطي، لكن عدد ضئيل جدا في الحقيقه الذي يخرج بتدابير احترازيه، مثل في الاخير مثلا السياسي الدكتور عادل حسني خرج بتدابير احترازي وبقائه في منزله. يعني ايضا الرعايه او الاتصال بالسجناء وزياراتهم، كل هذه فيها كثير في الحقيقه من العنت والتعنت من وزاره الداخليه. اعتقد ان على السلطات المصريه على الاخص منها، لا اريد ان اذكر المجلس القومي لحقوق الانسان يعني ومجلس باطل كما جاء في التقرير، كان يجب اعاده تشكيله منذ عام 2017 حتى الان، وهذا امر مؤسف حينما نتحدث عن المجلس القومي المصري لحقوق الانسان، المجلس الذي يرعى حقوق الانسان في مصر بالدرجه الاولى، ونقول انه باطل.
تماما. لكن خليني اناشد السلطات المعنيه على راسها طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يملكه من قرارات عفو رئاسيه وفقا للدستور، ونحن على مشارف شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، ان ينظر في العفو على عدد كبير من هؤلاء السجناء السياسيين وايضا الجنائيين طالما كان حسن السير والسلوك وقضى اكثر من نصف المده وفقا للقانون. وضحت الفكرة. عن نوع الجريمة. أيضا يمتلك الحقيقة مجلس النواب أن يتخذ من التشريعات ما تخفف أيضا التكدس داخل السجون والذهاب إلى استحقاق دستوري هو المصالحة الوطنية التي نصت عليها المادة 241 من الدستور المصري وألزمت مجلس النواب بأن يصدر قانون. نعم وضحت الفكرة سيد أسعد هيكل. ويكشف الحقيقة المحزنة ويعاون الضحايا. كل هذه إجراءات كفيلة بأن تخفف بالتأكيد حالة التكدس داخل السجون وأماكن الاحتجاز السجون. شكرا جزيلا لك سيد أسعد هيكل المحامي والحقوقي، كنت معنا عبر الإنترنت من القاهرة. الشكر كذلك موصول إلى سيد مصطفى عزب المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، كنت معنا عبر الإنترنت من إسطنبول. لكما كلاكما جزيل الشكر.